الحمد لله الحمد لله بزاف بزاف الناس ولا كيزعموا كيجي عندهم هذاك يومين كيزعموا الورزات. كان في الاول عنده مشكل ديال الطريق الكشكه كتجي شويه قاصحه شويه، دابا الحمد لله كاين مزيان كيدخلوا كيروجوا شويه الناس كاين اصحاب الاوتيلات اصحاب الماكله اصحاب البازارات اصحاب التجاره اصحاب القصبه. الحمد لله كاين تحسن بزاف الحمد لله. السياحه كاينه السياحه بزاف، كاين الاولاد في السياحه الفرنسيه تبع السياحه الاسبانيول، عاد كاين الالمان كاين الطاليان كاين الشينوا الحمد لله بزاف. وحتى السياحه المغاربه راه زينين، المغاربه راه طوماطو ولاو عم كيدخلوا كيعاونوا شويه البلاد مزيان الحمد لله. كيكون بزاف في العطله بزاف العطل، وانا الحمد لله ولات تقريبا السنه كلها ولات كيفاش السياحه الداخليه الحمد لله، ولا ديما حال الجمعه السبت الاحد كيكون السياحه الداخليه الحمد لله. ورزات الحمد لله كاين تحسن بزاف الحمد لله في ورزات. جينا باش نزوروا هذه المدينه التاريخيه، فيها مآثر تاريخيه جد مهمه، وصراحه عجبنا الحال بزاف. لا صراحه جربت انني نسافر بوحدي، وجربت انني جربت انني نسافر مع اون غروب بحال هكا، يعني كيكون اختلاف كبير بحكم كتكون لومبيونس وكتكون متعه اكثر. تقريبا فاش كتجي مع فويج اورغانيزي كيتقام عليك رخيص مقارنه مع انه فاش كتسافر بوحدك راه كيخصك تخلص ترونسبور بوحدو والاكل ويعني والمبيت، ولي فويج اورغانيزي كيجمعوا لك داكشي كامل وكيعطيك واحد الثمن اللي هو رمزي 280 درهم، يعني راه ثمن اللي رمزي في الحقيقه، يعني راه نورمالمون الا جيتي بوحدك غادي تقام عليك بمكثر. لي فواياج اورغانيزي بصح، حيت هما كيعرفوا الاماكن اللي غادي تدوك ليها، ماشي بحال انت الا جيتي ما عارف على والو على المدينه خصك انت تمشي تكتشف ولا تسول ولا تضيع وقتك بزاف. اما بالنسبه لي فواياج اورغانيزي هما بحكم انهم كيجيو ديما لذوك المدن وكيعرفوا بزاف هاد البلايص اللي خاصهم يقصدوهم، نقترح عليهم انهم يمشيو اول حاجه لهذيك قصبه ايت بن حدو، ياك هذيك راه مزيانه زوينه خص الواحد يعطيه وقتها ويمشي يزورها، ويجي للقصبه هنايا الوسط مدينه ورزازات ويمشي للمتحف حتى هو يزورو، ويمشي الا عنده شي وقت يمشي لكاز هايفن تما فين تمثلوا المسلسلات والافلام التاريخيه اللي معروفين في هوليوود هنايا في المغرب، كيقولوا لها هوليوود افريقيا مدينه ورزازات. اليوم كان عندنا بروغرام ديال ورزازات بحكم ان ورزازات هذا الويكاند هذا كتستضيف الدوره الثانيه عشر من مهرجان احواش، جينا وتلاقينا مع صدفة مع هذا المهرجان هذا اللي عجب لي كليون اللي كانوا عندنا، حيت نورمالمون ما كناش حاطينه في البروغرام، ولكن ملي جينا تلاقينا معاه يعني كان واحد الانطباع زوين عند لي كليون اللي جاوا معنا. بالنسبة يعني كنحاولوا ما امكن نشجعوا السياحة الداخلية بحكم كيكونوا دابا بالنسبة لي زاجونس اللي كاينين في أكادير كيحاولوا ماكسيموم بوسيبل أنهم يديروا شي أثمنة لي ريزونابل باش يشجعوا السياحة الداخلية. كنديروا بزاف ديال لي بروغرام يعني في المغرب كامل، كنديروا الشمال كنديروا أوزود مراكش إمليل، يعني كنديروا الجنوب الشرقي مرزوقة في ورزازات هنا نيت، وكيكون الجنوب الداخلة قليميم الصحراء المهم العيون. بالنسبة كما قلت لك في الأول أثمنة كنحاولوا ماكسيموم بوسيبل أننا نديروا الثمن اللي يكون مناسب للجميع، خصوصا دابا أن الصيف كيكون واحد الإقبال كبير مع الناس المغاربة كيبغيو يمشيو في فواياج اورغانيزي احسن ما يمشيو بوحدهم، لحقاش فاش كتمشي بوحدك كتخسر اكثر من داكشي اللي تخسر فاش كتمشي في فواياج اورغانيزي وكتلف. مثلا الا مشيت مع فواياج اورغانيزي كيكون المنظمين يعني عارفين البلاصه اللي غادي ليها وعارفين البروغرام كيفاش غيدوز، يعني تيرتبوا داكشي كيعطيو كل بلاصه كيعطوها حقها من الوقت وكيعطيو الاولويه للبلاصه اللي يعني تستحق انك تزورها. هذا الشيء اللي كاين، وكما قلت لك اليوم جينا نزور ورزازات. صراحه ورزازات ماشي اول مره نزورها انا شخصيا، ديجا جيت مع لي جروب وحدين اخرين، ولكن اغلب الناس اللي عندنا اغلب لي كليون اللي عندنا اول مره يزوروها، وصراحه جاتهم زوينه بحكم المآثر اللي فيها والطريقه ديال الديزاين البني ديال هذاك الشيء صراحه زوين بزاف. وكنتمنوا ان يعني الدوله المغربيه تعطي بزاف وتشجع الناس اللي كيديروا السياحه الداخليه، وحتى هاد المتائر تهتم بهم وتزيد ترممهم، حقاش كاين بزاف ديال المآثر وفي بزاف ديال البلايص يعني خصهم الترميم. وكي لاحظت انا في هاد الدومين هذا، لحقاش انا قديم في الدومين، ان بزاف ديال البلايص السياحيه كيكون تتكون لهم طريق صعيبه، يعني البنيه التحتيه كتكون ما كايناش يعني شبه منعدمه، وكتلقى بلاصه سياحيه بامتياز ولكن طريق كتكون قاصحه، وحنا كنتكرفسوا بحكم الترونسبور كيطيح علينا غالي، يعني مجموعه من الامور. داكشي علاش كيكون باش يكون واحد الثمن اللي ريزونابل يناسب جميع الفئات العمريه وجميع الناس، خص يعني يتوفروا شي تسهيلات بحال دابا كما قلت لك الطريق تقاد، ويعني يكونوا مستقبلين لي زوطيل وداكشي، باش نحاولوا ماكسيموم بوسيبل اننا نشجعوا السياحه الداخليه في المغرب. السياحه الداخليه صراحه
انتعشات بزاف بهاد لي فواياج اورغانيزي، والطاقات الشابه اللي ولاو كيديروا وكالات ديال السياحه الداخليه، وهما اللي هما الفضل صراحه بهاد الانتعاش اللي عرفوا هاد المجال هذا مؤخرا. كان سبق لي زرت ورزازات سابقا، ولكن كان زياره عمل لا غير، زعما زياره عمل كانت خفيفه. من بعد منها قررت انني نجي فواحد فواياج اورغانيزي باش نعاود نرسخ زعما الحوايج اللي كنشتها من قبل واللي ما شتهاش من قبل. وغنيت الباب